كان قرار متوقع صراحة، الأهلي ما ظهر بأي مستوى يذكر خلال الجولات كلها، يعني المدرب تقريبا أخذ وقت كثير. أنت تأيد القرار لو كان صحيح؟ عشان أطلعك أعتقد أن المدرب ما قدر يجد التوليفة المناسبة وجالس يكرر الأخطاء. لو المدرب من مباراة إلى أخرى يتعامل مع الأخطاء أو يتجاوزها كان ممكن تقول تعطي المدرب فرصة. إيش لكن الحل في رأيك؟ إيش البديل؟ البديل مدرب مناسب للأهلي. مشكلة أنا أبو بدر أتكلم بشكل واضح، التعاقد مع برانكو أنا ما أعتقد أنه كان قرار صحيح. مدربين القدامى أو المدربين أصحاب السيفي الكبيرة، السيفي هو أحد المعايير لكن ليس أهمها. كل الأندية العالمية الآن، كل الأندية الكبيرة اللي قاعدة تحقق إنجازات واضحة في العالم وقاعدة تسيطر على كرة عالمية لديها مدربين صغار في السن ويملكون يعني الطريقة الحديثة في كرة القدم، استخدام المعلومات، استخدام العلم الحديث، أشياء كثيرة. مدربين يعني القديمين في كرة القدم ما أعتقد أنهم يعني مناسبين للمرحلة هذه، خصوصا فيهم صرامة أعلى من المدربين الحديثين، فيهم يعني لحقوا الجيل الأول، كان الوضع أصعب، فما أعتقد وتمارين بدون كرة ما أعتقد أنهم يناسبون كثير هذا الجيل. لذلك أنا نصيحتي للأهلاويين بما أنهم قرروا هذا القرار، الآن عليهم التأني في اختيار المدرب، في وجود مدربين وطنيين ممكن يقودون المرحلة إلى فترة، التأني في اختيار المدرب، التعامل يعني جلوس مع المدرب قبل التعاقد معه، التأكد من أنه مناسب لأدوات الأهلي، مدرب الآن في أفضل أيامه، مو مدرب سابقا حقق إنجازات ومدرب مرتكز على سي في كبير. السي في واحد المعايير مو همها أبدا، مو همها. لذلك يحتاجون الأهلاويين للتأني في القرار والجلوس معه عن طريق ناس فنيين ممكن يجيدون التحدث مع المدرب وإعطاه منهجية النادي وسياسة النادي، وأيضا أمور النادي الداخلية عادت صياغتها بإذن الله تعالى. الموجودين في النادي يجب الصبر عليهم، بإذن الله يعودون.